Amen.
Hier is geen distinction van de stad van hier, van de herder, tot de stad van hier. Integendeel, er is een daling van de stad van hier naar die van de herder. Ja, in de mazmoor, Magesh Abadan, die oor, en Rai, Hoa Rab, en Rabbo Rahaya. فهنا ما رفعش الراعي لدرجة الألوة ولكن نزل الإله لدرجة أنه يبقى إيه؟ يعني فيه نزول. حكاية النزول دي بتهيئ ذهننا إن احنا نفهم الإيه؟ تجسد. من بالكم إن ربنا لما حب يقرب من الإنسان اتجسد، نزل لمستواه عشان يبقى واحد مننا ويعيش وسطينا ويتصلب ويموت من أجلنا. فهي دي صورة الراعي، المسيح الراعي اللي هو تنازل وتجسد وجاء إلى عالمنا. ونعمد ربنا ممنوعة بست العذراء السنة دي كانت الموضوعات الروحية اللي ألقيت في نهضة العذراء السنة دي بتدور حوالين شخص السيد المسيح له المجد، عن من هو الألقاب المسيح اللي ذكرت في إنجيل يوحنا بالذات، إن هو خبز الحياة، هو الماء الحي، هو النهاردة اتكلمنا عن المسيح الراعي، راعي الخراف زي ما هو كشف عن نفسه قال أنا هو الراعي الصالح، وربطناها بالمزمور 23 اللي اتكلم فيه داود النبي عن الراعي إله إسرائيل في العهد القديم، اللي المسيح كشف عن نفسه أنه هو الراعي الحقيقي اللي بيرعى الخراف ويبقى مسؤول عنها وعن حمايتها وعن رعايتها وعن حفظها وعن أمانها وعن سلامها وعن شبعها. فالمسيح هو إلهنا اللي اكتشفنا فيه شخصيات عظيمة، حاجات نواحي إيجابية عظيمة جداً، كشفت نواحي مهمة جدا لحياتنا، ازاي احنا نحتمي فيه ونلجأ اليه يحمينا من كل ظروف هذه الحياة. كل عام وانتم طيبين وصيام مبارك وايام مقبولة ان شاء الله.